إلى تطورات الأزمة القطرية، حيث أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرجاش أن مقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأخير في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الذي ذكر فيه بأهمية المملكة العربية السعودية في قضايا المنطقة يجب أن يدفع القطريين ليسألوا قيادتهم حول حكمة تسخير الإعلام القطري للهجوم على الرياض وضياع فرصة على الدوحة لحل أزمتها، معتبرا أن ذلك يكشف عن غياب الحكمة وضياع البوصلة. أضاف جرجاش أن موقف واشنطن لا يزال واضحا في دعمه لاستقرار السعودية ورفضه لاستهدافها، وأن الموقف العربي والخليجي أوضح، قائلا أن المملكة العربية السعودية أساس لأي بناء عربي وخليجي سوي، وفي أمنها نجاحها وازدهارها ضمان للجميع في منطقة لا تزال تعاني من الصدمات والأزمات.